في كافة المجالات، بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة وتعميق آفاق التعاون وتسريع وتيرة التنمية. حرصت المملكة على عقد هذه القمم لإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة كجمهورية الصين الشعبية لخدمة أهداف دولنا وحماية مصالحها. تعد هذه القمم نقطة انطلاقة جديدة للشراكة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق التنمية المشتركة ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بجمهورية الصين الشعبية. شهدت القمة السعودية الصينية عقد جلسة مباحثات بين القيادة الرشيدة حفظها الله وفخامة الرئيس الصيني، ركزت على تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين واستثمار إمكاناتها السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة، وتعزيز الجهود القائمة من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها لشراكة ملموسة، وتضمنت المناقشات خطة الموائمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق. واتفقنا على أهمية تسريع وتيرة الموائمة بين مشاريعها في البلد، وتعميق التعاون العملي بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والطاقة بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة. وشهدت القمة توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع. وفيما يتعلق بالقمة الخليجية الصينية، أكدنا على السعي المشترك لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الصين ودول الخليج، واعتمدنا خطة العمل المشتركة 2023-2027، وتطرقت نقاشاتنا إلى استمرار العمل من أجل التوصل لاتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول المجلس. وشكلت القمة العربية الصينية فرصة لتثمين الروابط التاريخية والتفاعلات الثرية بين حضاراتنا العريقتين والتشاور حول سبل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة. كما أكدنا من خلال القمة على دعمنا لمبادرة المجتمع العربي الصيني المستقبل المشترك نحو العصر الجديد، وللدور الهام لمنتدى التعاون العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية. والآن أعطي الكلمة لمعالي الأخ أحمد أبو الغيط أمين الجامعة العربية، فليتفضل. شكرا صاحب السمو. أولا ينبغي أن نوجه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. حقيقة كان هناك ضيافة رائعة، تنظيم رائع، ونتائج يعني بالغة الأهمية. أهم شيء في كل هذا الزخم اللي احنا شفناه النهاردة أو اللي شاهدناه النهاردة هو التفاهم العربي الصيني على ثلاث وثائق رئيسية: إعلان الرياض، وده إعلان سياسي يتضمن الرؤى المشتركة بين الجانبين هي للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية وقضايا كثيرة أخرى في إعلان الرياض. ولكن أيضا كان هناك وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية، وهي تتضمن أوجه التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأي شيء تفكر فيه هتلاقيها موجودة في هذه الوثيقة. وبعدين الوثيقة الثالثة والأخيرة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية من أجل السلام والتنمية، وهي وثيقة تؤكد على الارتقاء بالتعاون بين الجانبين العربي والصيني إلى آفاق أرحب على المستوى السينائي ومستوى منتدى التعاون العربي الصيني. الأمل أن نستمر في هذا الإيقاع في تنفيذ ومتابعة
هذه الوثائق، وأن يستمر المنتدى يعقد بالتبادل بين الصين والدول العربية، سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى القمة. كأمين عام للجامعة العربية، أتصور أن هناك حاليا 20 مجال تعقد الاجتماعات بشكل دوري، وبما يكشف عن علاقة متطورة. يعني هناك منتديات عربية مع الكثير من الأطراف الدولية، هناك الاتحاد الأوروبي، هناك أمريكا اللاتينية، هناك الهند، هناك روسيا، هناك اليابان، ولكن المنتدى الصيني العربي تقدم الحقيقة بالغ التطور، فهو ده اللي أنا أحب بس أضيفه. شكرا جزيلا معاليك، وأنتهز هذه الفرصة للتعبير عن جزيل شكرنا لما قمتم به شخصيا وفريقكم في الأمانة من حسن تنظيم وترتيب وإعداد لهذه القمة العربية الصينية، فلكم الشكر. والآن أعطي الكلمة لمعالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، فليتفضل. شكرا سمو الوزير، وشكرا معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، وسعد الله مساءكم جميعا، ورحب فيكم في هذا المؤتمر الصحفي في اختتام هذا اليوم الطويل وهذه القمم الكثيرة التي احتضنتها الرياض، والتي تعكس المكانة الإقليمية والدولية للمملكة العربية السعودية، وهذا الحشد الكبير والذي وجد اليوم فرصة لطرح كثير من الموضوعات وتبادل الآراء حول مجمل القضايا. ولعلي في هذه العجالة أعرج على أهم ما صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 43، حيث رحب المجلس الأعلى باعتزام المملكة العربية السعودية على تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك. المرحلة الأولى قدمت وتم إقرارها في 2016، الآن المرحلة الثانية إن شاء الله ستقدم، وهي استكمال للرؤية في مرحلتها الأولى، والتي بلا شك تحرك كثير من الملفات المتعلقة في التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية والتنموية. كما اعتمد المقام المجلس الأعلى قانون أو نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والقانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية الأقضية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وكذلك بارك إطلاق مبادرة مصانع المستقبل. كما اعتمد الإطار العام الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول الخليج، وميثاق المحافظة على التراث العمراني، والإطار العام الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، جملة من القوانين التي أقرها وباركها مقام المجلس الأعلى اليوم، والتي كلها تتمحور في تحقيق بعض مستهدفات رؤية خادم الحرمين الشريفين في مرحلتها الأولى، والتي بلا شك تسعى إلى تحقيق التكامل الخليجي في مجاله الأوسع. أكد المجلس الأعلى على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبالتأكيد دعم مبادرة السعودية الخضراء، وهي مساهمة كبيرة من دول المجلس والمبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي. طبعا البيان نشر ووزع وتضمن كثير من الموضوعات، بس حبيت أعرج على أهم ما ورد فيها. في ما يتعلق في بيان قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، والتي جاءت كأول قمة خليجية صينية تعكس هذه العلاقات التاريخية الكبيرة بين دول مجلس التعاون والصين، كون الصين هو الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون. رقم التجارة البينية والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين في العام 2021 بلغ 228 مليار دولار أمريكي. هناك رغبة
كبيرة من الجانبين نحو دفع هذا التعاون إلى مجالات أرحب. كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز التعاون، هذا انعكس في خطة العمل المشتركة للفترة القادمة 2023-2027، والتي تناولت 15 مجال من مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والصين. الصين ثاني أكبر اقتصاد، هناك اهتمام كبير في دفع هذه العلاقات مع الصين، هناك رغبة في استكمال مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين، وهناك مجالات كثيرة تم التطرق لها في خطة العمل المشتركة التي أقرت اليوم، والتي سنعمل إن شاء الله على متابعة فرق العمل كل في اختصاصه لتحقيق المأمول من هذه الخطة. شكرا سمو الأمير. شكرا جزيلا معاليك، وأيضا انتهز هذه الفرصة لشكر معاليكم وفريق العمل في الأمانة لكل ما قدمتموه لترتيب هذه القمتين الهامتين. كما أريد أن انتهز هذه الفرصة لتقديم شكر خاص لمعاليكم لما قدمتموه خلال مسيرتكم أمينا عاما لمجلس التعاون، وكنتم حقيقة أمينا بمعنى الكلمة، وقدمتم الكثير وبدون كلل أو ملل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، فشكرا جزيلا لكم معاليكم. شكرا. نعطي المايك لقناة القاهرة الإخبارية في الصف الأول هنا، إذا ممكن توقفي. أمل الحناوي، قناة القاهرة الإخبارية. سؤالي لمعالي وزير الخارجية السعودي، كيف يمكن للتعاون العربي الصيني أن يقدم إسهاما في حل عدد من الأزمات الدولية الراهنة والتي أصبحت تعاني منها شعوب العالم أجمع، وفي مقدمتها أزمات الغذاء والطاقة؟ أيضا وقعتم شراكة استراتيجية مع الصين، الكثير يتساءل عن طبيعة هذه الشراكة وما هي مكاسب المملكة منها. سؤالي أيضا الثاني للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، كيف يساهم التقارب مع الصين في دعم أمن واستقرار منطقة الخليج العربي؟ أيضا سؤال أخير ل معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، تحدثتم عن القضية الفلسطينية، هناك تصعيد ميداني في الضفة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أيضا حكومة يمينية يجري تشكيلها برئاسة نتنياهو، ما العمل المطلوب من المجتمع الدولي للحيلولة دون تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؟ شكرا. شكرا جزيلا. لا شك أن التعاون بين مجموعة بوزن وثقل وحجم المجموعة الدول العربية، جامعة الدول العربية، والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من شأنها أن يساهم في معالجة كثير من التحديات، سواء تحديات تخصنا أو تحديات في العالم أوسع. ولنا في العالم العربي بحكم أننا جميعا دول نامية اهتمام كبير وتركيز عالي باهتمامات العالم النامي، والصين كذلك لها اهتمام بهذا الجانب، والتعاون بيننا واستكشاف فرص التنسيق ومعالجة هذه التحديات بجمع مواردنا، وليس فقط حقيقة مع الصين، يعني نشاهد الجامعة العربية ومجموعة الدول العربية تحرص على مد اليد للجميع والتعاون مع الجميع، لكن لا شك أن التعاون مع الصين بحجمها وثقلها مهم للغاية وسيساعد في معالجة هذه التحديات. بالنسبة للشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية مهمة للغاية. الصين هي الاقتصاد الثاني في العالم، المملكة العربية السعودية هي الاقتصاد الخامس عشر في العالم، المملكة العربية السعودية اقتصادها هذه السنة هو الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، ويتوقع أن يكون الأسرع نموا في الجي 20 لبضعة سنوات توفيق الله وحمده، نتوقع أن نصل إلى أرقام ممتازة وقوية في النمو الاقتصادي لهذه السنة، وهذا يجعل الفرص المتاحة للطرفين من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية كبرى. المملكة العربية السعودية بموقعها الاستراتيجي المتوسط بين الغرب والشرق تتيح للصين، جمهورية الصين، الفرصة لبناء الجسور بين الجانبين الكوكب، وأيضا الاستفادة من القدرات اللوجستية الكبرى التي تبنى في ظل رؤية 2030 والمشروع الكبرى الموجود عندنا. في نفس الوقت الاقتصاد الصيني بالنسبة لنا هو أهم سوق، فهي الشريك التجاري الأول بالنسبة للمكعب السعودية، وتعزيز هذه الشراكة وبحث عن تطويرها إلى أفق أوسع من مجرد التبادل التجاري التقليدي بالتعاون
التقني وبنقل التقنيات وبالاستثمار المتجه للاتجاهين، كل هذا سيعزز من فرص النمو للبلدين ويعطينا الفرصة لاستشاك ليس فقط ما ينفعنا لكن ينفع منطقتينا. أعطي الكلمة الآن أولا لمعاليك وثم لمعاليك. شكرا سمو الأمير. لا أتصور أن مسألة الإدانة وإدانة التصرفات الإسرائيلية اليوم أصبحت كافية، وبالتالي المطلوب عدة محاور للعمل. فيما يتعلق بالجمعية العامة في الأمم المتحدة، يجب أن احنا نتحرك وبسرعة أمام الجمعية العامة نطالب بالعدوية الكاملة لفلسطين في عدوية الأمم المتحدة، لأنه لا يكفي للمجتمع الدولي أنه يؤيد الفلسطينيين فقط، فلتسمح لهم بالجلوس كدولة دائمة موجودة في الأمم المتحدة. ده مطلب. المطلب الآخر أتصور أنه من المهم جدا الإسراع بالحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بوضعية التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. الفلسطينيين يقولون أنه احتلال ويجب أن ينتهي، وبالتالي على محكمة العدل الدولية أن تقول رأيها ورأي بأسرع وقت ممكن. حاجة الثالثة أنه يجب أنه من يؤيد إسرائيل أو يزعم أنه يتفهم المواقف الإسرائيلية أنه يحذر الجانب الإسرائيلي أو هذه الحكومة عند تشكيلها، لأنه المعروف أنه رئيس الحكومة المرشح طلب 14 يوما إضافية للاستمرار في السعي لتشكيل هذه الحكومة. تحذير الحكومة من أصدقائها أمر مطلوب جدا، تصدي المجتمع الدولي لأي أفعال إسرائيلية أمر مطلوب جدا. وحدة العمل الفلسطيني يجب أنه يسرع الفلسطينيين بتوحيد مواقفهم، ولا يسمحوا بأنه إسرائيل تستغل هذا الانقسام في الزعم أنه ما فيش شريك عربي. استمعنا اليوم للرئيس أبو مازن يقول أن لا يوجد شريك إسرائيلي، هو فعلا لا يوجد شريك إسرائيلي لأنه لا يرغب فيه. فالمطلوب حركة، وحركة سريعة وحركة مستمرة، ومطلوب من هؤلاء الذين يتحدثون عما يسمى القيم أنهم يساووا في مواقفهم من كل هذه القيم، بمعنى عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة لا يمكن أن يطبق في فضاء أو مساحة من الأرض ولا يطبق في مساحة أخرى، وهكذا. شكرا. شكرا عليك. طبعا شكرا سمو الأمير. السؤال كان كيف يساهم التقارب مع الصين في دعم أمن واستقرار منطقة الخليج العربي؟ ولعلي أنا أؤكد في هذه الجزئية بأن مجلس التعاون منذ إنشائه كان دائما حريص على أن يكون ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة. أمن واستقرار منطقة الخليج مهم جدا لأمن واستقرار العالم، وبالتالي التواصل مع الصين هو امتداد لتواصل تم مع كثير من دول العالم وكثير من المجموعات في دول العالم. من يلاحظ ويتابع الحراك الكبير الذي شهدته عواصم دول مجلس التعاون في الفترة الأخيرة، كثير من رؤساء الدول، كثير من رؤساء الحكومات، رؤساء منظمات، رؤساء هيئات، وزراء، قادة، فعاليات كبيرة تعقد في هذه المنطقة، مبادرات نوعية تطلق من هذه المنطقة، كلها تهدف إلى تقريب وجهات نظر. اثنين، أن يكون العالم مدرك لأهمية العمل الجماعي لتعزيز الأمن والاستقرار، وهذا هو ما قدمه مجلس التعاون، وهذا ما هو يؤمن به مجلس التعاون. دائما هو شريك في تعزيز الأمن والاستقرار، هو شريك في التنمية، وبالتالي وجود الرئيس الصيني اليوم في هذا الاجتماع المهم في هذا التوقيت المهم هو يعكس المكانة التي تحققت ولله الحمد لمنظومة مجلس التعاون كشريك موثوق في الساحة الدولية، وأيضا شريك يتمتع بمصداقية عالية ويسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وفي نفس الوقت يدفع في جهود التنمية المستدامة
لتعم الفائدة على الجميع. السؤال الثاني، وكالة شينخوا للأنباء. شكرا جزيلا على الفرصة النادرة، والسلام عليكم. أعجب دوام من وكالة أنباء شينخوا، وكالة أنباء رسمية في الصين. ففي رأيكم ما هي الحوافز الجديدة التي ستقدمها هذه القمم بين الصين ودول الخليج والدول العربية الأخرى لتعزيز العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية؟ شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. ويمكن العنوان الرئيسي هو التعاون والتنمية للقمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية. كان هناك تركيز كبير على أن يكون هناك مخرجات نوعية تدعم هذه المسيرة، وكان هناك مخرجات تركز على المجال التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري، رفع مستوى التبادل التجاري، لكن أيضا في مجالات التعليم وفي مجالات الثقافة وفي مجالات شتى لتعزيز التعاون والتنسيق بين مجموعتين، مجموعة الخليج العربي ومجموعة العربية الأوسع وجمهورية الصين الشعبية. وهذه المجموعتين بحكم حجمهما، وفي المقابل الصين بحجمها، توليد وتعزيز التعاون بينهما، هذا ممكن لكل الطرفين، يعطينا فرص لتعزيز إمكانياتنا لاستغلالها بشكل أقوى، وأيضا استكشاف مزيد من الفرص. لا أدري إذا كان لو تسمح لي سمو الأمير، وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الدول العربية وجمهورية الصين اللي يقراها، وأنا عدت أراها لفترة طويلة، يشوف كثافة النشاط القادم وبشكل ممكن يتوه. يعني المجال السياسي مفهوم، لكن امسك بقى المجالات الأخرى، الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمال، التفعيل الكامل لدور اللجان الاقتصادية، زيادة الاستثمارات المباشرة، تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار نظام التجارة المتعدد، مواصلة تعزيز التعاون في الطاقة الانتاجية، ده في التجارة بس، امسك الملكية الفكرية، مواصلة تعزيز التعاون في مجالات الاعتراف المتبادل بالمقاييس والضرائب والملكية الفكرية، تعزيز التعاون مع الإدارة الوطنية الصينية للملكية، الطاقة، التعاون في مجال النفط والغاز، التعاون في مجال الطاقة النظيفة، التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الإسكان والتنمية الحضرية والنقل وغيرها من البنية التحتية، الزراعة، يعني المياه، الاقتصاد الرقمي والابتكار في الفضاء، تعميق التعاون في إطار التجارة الإلكترونية، التفعيل الكامل للدول، حاجة كثيفة جدا جدا جدا. السياحة، البيئة والمناخ، اللي يشوف تعميق الشراكة الاستراتيجية يلاقي محاور أخرى في الوثيقة الثانية. وبالتالي إمدادات الطاقة والممرات البحرية، أهمية الحفاظ على الأمن المائي للدول العربية، شيء كثيف للغاية يعني حقيقة، ويثري هذه العلاقة. نعطي المايك لقناة الشرق. محمد البيشي من قناة الشرق. سؤال لسمو الوزير الخارجية. سمو الوزير، أعلنت السعودية عن شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، هل يجب علينا اعتبار أن ذلك كما تشير بعض التقارير على حساب العلاقة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكيف يمكن المواءمة في العلاقة بين قطبين متنافسين مثل بكين وواشنطن من جانب؟ سؤالي آخر إذا سمحت لي، نفت واشنطن البيت الأبيض اليوم أي وساطة سعودية إماراتية بشأن الإفراج عن المحتجزة الأمريكية في روسيا، هل من تعليق؟ شكرا سمو الأمير. شكرا. في البداية، المملكة العربية السعودية لا تتعامل بالمسارات الواحدة. نحن نؤمن بحجم المملكة العربية السعودية كأحدى دول مجموعة 20 وكالاقتصاد 15 في العالم واقتصاد نامي بسرعة، أننا لابد نكون منفتحين على التعاون مع الجميع،
ولا شك أن التعاون مع الاقتصاد الثاني في العالم أساس ضروري لاستمرار مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية، لكن هذا لا يعني أننا لا نزال نسعى للتعاون مع الاقتصاد الأول في العالم، ولا يعني أننا لا نسعى للتعاون مع كافة الاقتصادات الكبرى وغيرها في العالم. التعاون متعدد الأطراف، والتعاون مع الأطراف العديدة هو ما سوف ينقلنا في المملكة العربية السعودية، لكن ينقل العالم كله إلى مرحلة جديدة من النمو ومن الرفاهية. ولا نستطيع أن نبني هذا النمو هذا الرفاهية باستبعاد فرص من طرف أو آخر، فلا بد أن نكون منفتحين على التعاون مع الجميع، وهذه فلسفة المملكة العربية السعودية أن نتعاون مع الجميع لتحقيق المصالح المشتركة. والشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية لها عوامل مهمة وواعدة، وتدعم مسيرة التنمية في المملكة العربية السعودية، وتدعم كذلك التنمية في الصين وفي المنطقة، وكذلك عندنا شراكة استراتيجية قائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما عندنا شراكة استراتيجية قائمة مع الهند ومع اليابان مع فرنسا مع بريطانيا مع ألمانيا. كل هذه شراكة، يعني رسميا عندنا شراكات استراتيجية ولجان تتابع العمل مع كل هذه الدول. لماذا؟ لأن الاقتصاد السعودي في مرحلة توسع كبير، ونحتاج كل هذه الشراكات ونحتاج كل هذا التعاون لنستطيع أن نحقق مستهدفاتنا. في نفس الوقت نطمح أن نستطيع الاستفادة من هذا الانفتاح على كافة الأطراف في دعم مسيرة التنمية، ليس فقط في المملكة لكن في جوارنا وفي منطقتنا وفي العالم. لأنه مثل ما قلت نحن نرى أن التنافس جيد، لكن الدخول في الاستقطاب سلبي للغاية، سلبي للغاية ليس فقط للطرفين التي قد ينساقون في هذا الاستقطاب، لكن سلبي للاقتصاد العالمي وسلبي للسلم والأمن العالمي. لذلك ندعو دائما إلى استكشاف فرص التعاون وفرص إذا كان لابد فالتنافس تنافس شريف، لكن لا نؤمن أبدا بالاستقطاب أو الاختيار بين طرفين وآخر. بالنسبة للوساطة، يعني كل أستطيع أقوله أني مطلع على جهود سمو سيدي ولي العهد في الوساطة، وقد نجح في مرحلة سابقة في العملية المعروفة اللي أتفرج عن 10، ومطلع على جهود سموه الشخصية فيما يتعلق بلاعبة السلة الأخيرة هذه، وانخراطه وتدخله الشخصي لتيسير هذا الإفراج. أما ما يقوله الآخرون فلا أستطيع أن أعلق عليه. نعطي المايك للفاينانشال تايمز. فاينانشال تايمز هنا. Thank you, Your Highness, and the attendees. Thank you very much. If I may ask a question, actually my colleague had just asked the main question about the elephant in the room today, but if I could just have a quick follow-up. The United States had warned, I think during the Manama dialogue, that certain types of cooperation with China would put a ceiling on U.S. cooperation in the region. And I think today we saw declarations and yesterday about cooperation on 5G, defense, generally, broadly speaking, and also peaceful use of nuclear energy. So do you see any perhaps a different trajectory in your future relations with the U.S. and China from this? Just a very quick question, if I may. The Chinese president today alluded to pushing for oil trade in Chinese currency. You've heard, obviously, the speculation about that in the past few months. Is that something that Saudi Arabia would consider? Oil trade in the Chinese currency. Thank you very much. Thank you. On trajectories, I think what we you know, it was in my answer earlier. We are very much focused on cooperation with all parties, and I think competition is a good thing. So we are in a competitive marketplace. We have to compete as the Kingdom of Saudi Arabia with a number of economies, and we compete very actively, and we have a very detailed strategy, Vision 2030, to make the country's economy more competitive. Part of that drive to being a competitive economy is cooperating and being open to cooperating with as many partners as possible. So we feel it absolutely necessary that we are fully engaged with the largest economy in the world, which is the U.S., which is our traditional strategic partner, and we will continue to have a very strong engagement with the U.S. across the board. Both in security and in political affairs, but even economically, there are any number of programs and opportunities that we continue to work on
with the US. On the other hand, China, as the second largest economy in the world, as our largest trading partner, will continue to play an important role in our plans, in our progress towards economic diversification away from oil, in building a larger, stronger, more resilient economy. So we will continue to work with all of our partners, and we don't see it as a zero-sum game by any means. We see it as a normal part of building a large and sustained economic environment. So we are fully engaged with all of our partners. On that question, I have nothing to add because I don't know anything about it. السلام عليكم، أنا حمد المحمود من قناة سكاي نيوز عربية. سؤالي موجه لك سمو الأمير. بعد نجاح الوساطة السعودية الإماراتية الأخيرة في التبادل الأمريكي الروسي، هل من الممكن أن نشهد وساطة أخرى سعودية صينية أو خليجية صينية خاصة بأوكرانيا وروسيا لوقف الحرب؟ الحقيقة السعودية منفتحة على كل جهود الوساطة بالتأكيد، لكن لم يبحث شيء من هذا. شكرا. صحيفة People's Day. Yes, please. Thank you, Your Highness, Your Excellencies. I'm from People's Daily China. Could you please introduce the cooperation between China and Arab countries in the aerospace field? And what is the prospect of future cooperation in the technology field between China and the Arab countries? Thank you. Shukran. Thank you very much. And since your question is about Arab countries, I will give it to the Secretary General of the Arab League. Well, I believe I read in the document a reference to technical cooperation, or I have to reread it again in order to. There is. All I can tell you is that there is in the certain parts of the plan, there are references to artificial intelligence, cooperation in artificial intelligence, in space, exploration of space, and artificial satellites, cooperation in artificial satellites, and desertification. Lots and lots of elements. We do not intend to reveal that document in full. Why is it so? Because it contains lots and lots of elements and areas of cooperation that we will leave it to the Arab League and China to deal with it. نعطي المايك إلى Global Times. الصف الأول. Yes. My question is to Your Highness Prince Faisal, and I'm a reporter from. تابعنا مشاهدينا البيان الختامي للقمة العربية الصينية التي عقدت اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وأعقبه مؤتمر صحفي للسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت الكلمات على حرص الدول العربية على توطيد العلاقات مع الصين، ومع التأكيد على أن التعاون في المجال الاقتصادي في الفترة القادمة
سيشهد طفرة كبيرة، وأيضا التأكيد على أن التعاون مع كافة القوى الدولية مستمر بين الدول العربية دون الدخول في استقطاب لأي منها. القمة العربية الصينية تعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية.